بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر بصراحة الناس اللي قامت بهالمهرجان توزيع الزوائد الدوري الليبي لكرة القدم النسخة الثانية، وهذه بصراحة بادرة طيبة، ونتمنوا البادرة هذه تكرر، لأن هذه البادرة كويسة حتكون يعني في قلوب الرياضيين وفي والمشجعين والناس اللي تكرمت ووزعوا لها زوائد، وهذه بادرة بصراحة نتمنوها ديما تكرر، لأن هذه البادرة هذه حترفع من معنويات الرياضيين، وكل رياضي يتمنى أن يكون هو هداف الدوري، هو أحسن لعيب، هو الهداف، هو يعني حتكون إيجابية يعني للدوري الليبي، عرفت كيف؟ وهذا المهرجان طبعا الرياضيين يتمنوا، كل رياضي يتمنى أن يكون هو أفضل لعيب، يكون هو الهداف، كحارس مرمى يكون هو أفضل حارس، يعني الحاجة هذه بصراحة ترفع من معنويات الدوري الليبي، عرفت كيف؟ ونتمنوها بصراحة تكرر ديما، مش النسخة الثانية هذه بعد كم سنة معاش تكرر، نتمنوا الفترة اللي السنة اللي فاتت قامت في طرابلس، السنة هذه في بنغازي، نتمنوا يعني لجميع المدن كل سنة في مدينة، وهذه بصراحة بادرة طيبة، وهذه ترفع من معنويات الكرة الليبية، ونتمنوا المزيد من التقدم والازدهار، وبارك الله فيكم، وهذه بادرة بصراحة جيدة جدا لرفع مستوى الكرة الليبية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. حقيقة نحن مسرورين جدا لهذا العمل، الأخوة في نقابة الإعلاميين للسنة الثانية على التوالي يقومون باحتفالية من أجل تكريم أو اختيار خيرة أو بنقولوا من أفضل من قدم في الموسم الرياضي السابق، فلهم كل التحية، يعني هذا جهد وعمل مشكورين عليه. نتمنى يعني في العام القادم بكل تأكيد سيكون هناك تنسيق مباشر مع اتحاد كرة القدم، يعني في السابق ربما هناك لا يوجد تنسيق، لكن إن شاء الله من الموسم القادم حيكون في تنسيق، وحيكون في عمل أكبر من هذا العمل، ونكونوا يد واحدة ومتعاونين مع بعض. لهم كل الشكر والتقدير ومشكورين على هذا العمل، وتسلم. من خلال هذا المقام ما بذل من جهود في النسخة الأولى بالعاصمة طرابلس. النسخة الثانية من هذا الحفل كانت من جهود فنية من لجنة التقييم الخاصة والمتكونة من 17 شخصية، وها هي اليوم والحمد لله تجمع الوطن مرة أخرى من كافة المناطق والمدن والفروع المتعددة للنقابة، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ومن الوسط إلى الشمال، فتحية لرجال نقابة الإعلام الرياضي. الاتحاد الليبي في كرة القدم لديه كلمة وسط هذا الجمع الطيب. بالتأكيد تنسيق مباشر مع اتحاد الكرة مع نقابة الإعلاميين من أجل الوقوف والدعم لمثل هذه الأفكار، من أجل إبراز المناشط الرياضية. وتميزت بداية مرحلة الخمسينيات بظهور أول منتخب ليبي مثل الكرة الليبية بالدورة العربية بالإسكندرية عام 1953. حضورنا الكريم باسمي كرئيس لجنة وكل أعضاء لجنة التقييم نحيي ونشكر النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين. توزيع جوائز الدوري الليبي للموسم 2021. نحب نشكر النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ونحييهم على مجهوداتهم، لا أخر مصدر معنوي أن نحن كرياضيين. نحب نشكر ونرجع بالشكر مرة ثانية، وإن شاء الله ما تكونش هذه الأخيرة، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والجائزة هذه، يعني تزيد تخلي الإنسان يخدم أكثر وأكثر باش يخدم خير في المرات القادمة. فباش نعطيك عليكم بارك الله فيكم، مشكورين. Yeah, the point that
اهلي كلهم، عائلتي يعني كلهم، وزوجي رحمه الله عليه. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر نقابة العالميين لمنح جائزة أفضل مدرب 2021. مشكورين الأخوة العالميين على الثقة هذه فيا. إن شاء الله الجائزة هذه تعطيني إن شاء الله في المستقبل تحدي وإصرار إني نوصل الجائزة إن شاء الله مرة أخرى. نوصل لمستويات متقدمة إن شاء الله أفريقيا، ونحب نهدي الفوز هذا والجائزة هذه لعائلتي